فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. مطلعش كتير لايف، بس انا طالعة لايف دلوقتي علشان عايزة اقول للمرة المليون بلاش امراض نفسية. اللي بيشتم بيشتمني انا، مش من حق اي حد يشتم صحابي ويشتم اخواتي ويشتم عيلتي ويخسرني صحابي. انا ما عنديش اي اكاونت على تيك توك، وما عنديش اي اكاونت على الفيسبوك، وما عنديش اي اكاونت في اي حته غير الانستجرام اللي انا طالعه لكم منه دلوقتي ده. فبلاش امراض نفسيه، ما تكرهوش البني ادم في عيشته. انا لو دلوقتي لو مت خالص هيبقى بالنسبه لكم يعني مرتاحين؟ اكيد لا، اكيد. نركز في حياه، يعني ركزوا في حياتكم، ما تركزوش في حياتي. كلكم مشغولين، منى بتعمل ايه ومنى ما بتعملش ايه. انا مش مهمه خالص على فكره، مش مهمه عند حد. انا لو مهمه مهمه عند اهلي، الناس اللي بتحبني. بلاش بجد امراض نفسيه، ما يعني ما بتضايقوا الناس ليه؟ يعني انا لما بعمل ستوري مع صحابي، او لما بعمل ستوري مع صاحبتي، او لما بقول ان احنا مبسوطين، بشاركوا لحظات حلوه. الانستجرام ومواقع التواصل الاجتماعي جننت الناس، جننت الناس. انا لو بعمل حاجه بعملها عشان انا ممثله، فانا بشاركوا لحظات حلوه. لكن في الاول وفي الاخر النت ده لو اتقطع عن الـ عن الـ عن الدنيا، محدش هيضايق حد. يعني بجد الموضوع ده سلاح ذو حدين، انا اسفه، سلاح ذو حدين، وبقى مسيء جدا لكل الناس. خلي الناس تعيط وخلي الناس تخسر بعض. انا حقيقي مستاء جدا من اللي انا بشوفه، وكميه الشتايم الفظيعه. بتستفيد ايه لما انت قاعد عشان باباك ومامتك جايبين لك نت، وبتخش تشتم وتخش تهين الناس؟ بتبقى نايم في البيت كده على مخدتك مرتاح؟ ما انت ربنا هيحاسبك. اوكي، انا فيا حاجات كتير غلط، بس كلكم فيكم حاجات كتير غلط. الفرق اللي بيني وبينكم ان ربنا ابتلاني ابتلاء، وربنا يا رب يعفي عننا كلنا، وربنا بيحط بني ادمين في محن عشان بيختبرهم. انا اسفه ان انا طالعه بتنرفز، علشان ما ينفعش الموقف اللي انا محطوطه فيه دلوقتي. ما ينفعش اصحابي يكونوا متضايقين، ما ينفعش حد يهين حد. مش من حد حق، مش من حق اي حد يهين اي حد، علشان انا كده بخسر حياتي وبخسر صحابي وبخسر حاجات كتير قوي. وانا مش هنزل ستوري تاني، وممكن اقفل الاكونت ده كله على فكره. انا ما عنديش غير الاكونت ده، وبجد ما كرهوش البني ادم في عيشته. انا بحاول ابدا من جديد، وبحاول اشتغل، وبحاول اقف على رجليا، وبحاول اخد خطوه عشان رجعت تاني نقطه الصفر. وانتوا يعني ولا رحمين ولا سايبين رحمه ربنا تنزل. انا بتكلم طبعا عن الناس اللي بتشتم، انا بتكلم على الطاقات السلبيه، انا بتكلم عن الناس. في اكونت على توك توك ده باسمي، واحد عامل حاجه باسمي وعمال منزل كل الفيديوز والستوري بتاعتي انا واصحابي، وسايب الناس تشتمني على زي ما هو عايز. طب امتى واحد مش انا وانت يعني انتحلت شخصيتي، وانا هرفع يعني هقدم شكوى في اللي عامل الاكونت ده؟ يعني انت تستفيد ايه لما انت تعيش حياتي؟ ما تعيش حياتك هتنجح اكتر. خلينا بجد ناس محترمه، وما بلاش شتايم، واكبروا شويه. عيب ان كلنا على فكره هنموت، هنبقى تراب، التربه هتلمنا كلنا. فبجد اعملوا يعني اعملوا لاخرتكم، وانا بعمل لاخرتي على فكره، وكل واحد يخليه في حاله، عشان الموضوع زاد عن حده قوي، بقى اوفر وبقى مسيء جدا، مسيء نفسيا جدا. انتوا بتدمروا نفسيه البشر لما تخش تشتم. انت كده بتدمر البشر. انا بص، في ناس كتير بتشتم، وفي ناس كتير بتبعت كويس. طبعا اللي كويس على عيني وراسي، اللي بيشتم هو مش محترم عشان بيشتم. وحقيقي انا متضايقه قوي، لان انا سببت ازعاج لاصحابي، لان هم متضايقين ان تيك توك ده خد الستوري بتاعنا، واهاليهم متضايقه. يعني هم ليهم اهل على فكره، وليهم ناس اهاليهم في مصر متضايقين. ان انا بعتذر طبعا للاسره، وبعتذر لمي، وبعتذر لاصحابي، وبعتذر لجوزها، وبعتذر لكل انسان انا عامله معاه ستوري دخلت شتم على حاجه اكونت فيك على تيك توك ده، وناس مش محترمه اصلا. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشتم عليا، وكل واحد كاره للنجاح، وكل واحد ضدي، وكل واحد عايز يأذيني. يا رب يا رب بجد بجد بجد، يعني انا ربنا بجد بقول له دايما انا مش مسامحه اي حد بيشتم فيا، مش مسامحه اي واحد دلوقتي بيخش يكتب كومنت مش محترم عشان هو مش محترم. انت ركز ان انت كده ايه، ان انا زي امك، زي اختك، زي اي انسان. انا اسفه ان انا متنرفزه في اللايف ده، بس حقيقي 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 يا جماعه، انا عشت فتره صعبه جدا. انا بقالي سنه عايشه فتره صعبه جدا. انا 130 يوم بتعذب، وبقالي 4 5 شهور معتزله الناس ومعتزله الحياه.
عندي شريان هنا مسدود، مفروض اعمل عمليه. عندي ركبتي مفروض اعمل فيها عمليه بعد شهر. كل الحاجات، التعب اللي فيا ده استرس استرس، علشان انتوا طبعا اللي بيدوا برضو طاقه سلبيه، عشان اللي بيدوا طاقه سلبيه هم السبب في اللي انا بوصل له ده، هم السبب في انهيار نفسيتي وانهيار عيلتي. انا دلوقتي لما ببتدي من جديد، انا جايه هنا عشان عايزه اشتغل، انا جايه في دبي عشان بسعى ان انا اشتغل. ومش عيب ان البني ادم يبدا على فكره من الصفر، لما بيحصل له كبو او بيقع بيبدا من الصفر، مش عيب. كلنا بنغلط، وانا غلطت وكل البني ادمين بيغلطوا، والاحسن ان انا ابدا من جديد. يعني مفروض ان انا اروح اموت، انتوا عايزين اروح اموت قولوا لي تمام، ما مثلش تاني قولوا لي برده تمام. وبعدين ما مش انتوا اللي هتكرروا حياتي، طبعا الناس المحترمه، الجمهور المحترم هو اللي يقرر حياتي، مش اللي بيشتموني هم اللي هيكرروا حياتي، لان انا هنجح وهكبر، واللي متضايق من نجاحي هضايقه اكتر لما هنجح اكتر. فبلاش امراض نفسيه. انا بحترم كل انسان، انا عمري ما زعلت حد، عمري ما ضايقت من هادمين، فبلاش تضايقوني، بلاش تعصبوني وتوصلوني لمرحله اخرج عن شعوري، بلاش تكرهوا الناس فيا، بلاش صحابي اللي واقفين جنبي تزعلوهم مني، ارجوكوا بلاش. يعني سيبوني ربنا يحاسبني، ما لكمش دعوه، بلاش تضايقوني ارجوكوا. كل انسان بيشتم فكر كده ان اختك ممكن تحط في موقف زي ده، مامتك، انت ما تعرفش على فكره الباسورد بتاع بنت خالتك ايه على موبايلها، فما تقوليش لا ده انا عيلتي كويسه. لا، ما انت لو قالتك انت عارف بنت عمتك بتعمل ايه دلوقتي، ما هو احنا مش كلنا عايشين كويسين، فينا عيوب. فارجوكوا ارجوكوا ارجوكوا تحترموا نفسكم، الناس اللي بتشتم تحترم نفسهم، ويبقى عنده كده من جوه كده بلاش الغل والحقد والسواد ده، علشان كلنا في الاخر هنموت وانت هتتحاسب على كل اللي بتعمله. انت على فكره كده بتاخد من حسناتي وانا باخد من سيئاتك، فنحترم بعض. بلاش قرف، بلاش امراض نفسيه، بلاش امراض نفسيه. جبتوا لنا المرض وجبتوا لنا بجد الزهق. يعني انا بجد بكره اليوم اللي انا يمكن اتعرفت فيه، علشان انا محدش استحمل اللي انا استحملته. انا شتمت كميه شتايم، عيلتي شتمت كميه شتايم، صحابي شتموا كميه شتايم. كفايه 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 كفايه. والناس اللي بتحبني كتر الف خيرهم، الناس اللي ما بتحبنيش اخرجوا من حياتي. بتتابعوني ليه؟ اعمل ان فولو، اعمل بلوك واخرج من حياتي، ما تتابعنيش. اللي بيعمل تيك توك ده وعايش ومنتحل شخصيتي وكاتب اكونت اسمه منى فاروق، بتستفيد ايه؟ عشان تزود الفانز عندك؟ ما انت اصلا عايش حياه مش بتاعتك، لان انت عايش باسمي. كل بني ادم عايش على الفيسبوك برضو بيخش يطلب من الناس حاجات وبيخش يعمل حاجات، ليه؟ بتستفيد ايه؟ بتستفيد ايه؟ ده انت كده مريض نفساني. عيب يا جماعه، وبطلوا امراض نفسيه. وبجد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان بيشتم فيا وكل انسان بيسبب لي اي اذى نفسي. وربنا يبارك يا رب، يا رب يبارك للي موجود يعني بيدعمني او موجود في حياتي. خلاص ارجوكم الرساله تكون وصلت، لان انا بجد بجد زهقت من السوشيال ميديا دي كلها، وكتر الضغط هيخليني انسحب من كل الحياه. فبلاش تعملوا كده، بلاش تعملوا كده، وخلوني ابدا من جديد. انا عارفه لحد دلوقتي لسه قاري، عشان انا مش عارفه اقرا كويس، عشان انا متنرفزه، انا اسفه جدا. بيقول ايه دي شويه، دول ناس امراض نفسيه. ما هم الامراض النفسيه دول هم اللي يعني دمروا حياتي انا، دمروا حياتي انا. فارجوكوا ارجوكوا ارجوكوا نحترم بعض، بلاش امراض نفسيه، ما نبقاش عقلنا ناقص، كلكم بتفكروا في حاجات مش كويسه وخلاص، الناس اللي بتشتم يعني. فارجوكوا، انا بقى عايشه على طول بالادويه، بروح للدكاتره كتير جدا. كفايه، عايزين تعملوا ايه؟ انا اكتر واحده في الدنيا اتعذبت، ولسه ربنا مديني عمري. يعني دي ليه حكمه ربنا ان انا افضل بقى عايشه معاكم؟ معلش استحملوني لغايه ما ربنا ياخدني، اعمل ايه اكتر من كده؟ كفاية 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 إهانة لعيلتي، كفاية إهانة لأسرتي، كفاية إهانة لأصحابي. الناس بتحاول تساعدني، ما تكرهوش الناس فيا. أنا عايزة أبدأ من جديد، عايزة أشتغل من جديد، عايزة أشتغل، عايزة أشتغل، عايزة أبدأ من الصفر، عايزة أشتغل. فأرجوكوا بلاش بلاش تضايقوني، وبلاش تضايقوا الناس اللي بتحبني والناس اللي بتدعمني. وأسفة تاني مرة يا مي، أسفة يا كريم جوز مي، اسفة لعيلتك يا مي، اسفة لكل واحد. يعني انا عاملة معاكي ستوري، فواحد ياخده كده يحط على تيك توك ده، فطبعا كمية كومنتات الشتايم. ليه امراض نفسية؟ البنت عروسة جديدة، وكتر خيرها يعني ان هي صاحبتي، يعني هي كتر خيرها ان هي بتحبني وصاحبتي، بتقول لها لا المفروض ما تبقاش صاحبتي. كتر خير اخويا وامي ان هم في حياتي، بتقعدوا تشتموهم ويقعدوا يبعتوا لاخويا يشتموه، عشان هم انتوا يعني عايزيني الناس كلها تتخلى عني، اموت ابقى لوحدي. مفيش حد بيعيش لوحده. أرجو أن تكون الرسالة وصلت.
شكرا، وانا اسفه جدا ان نرفزتي، واسفه ليكو. طبعا يا جماعه انا دلوقتي عايزه اقول لكم بس حاجه، انا بعتذر لكم ان انا نرفزت في اللايف الاولاني، يعني ان انا طريقتي كانت عصبيه شويه، بس من اللي انا بجد بشوفه بجد كفايه لغايه كده يا جماعه، انا مش قادره اتحمل تاني. بقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، انا حقيقي مش قادره اتحمل اكتر من كده. فاللي جاي بالنسبه لي هقع بقى، اموت، انا بحاول اقف واتعكز. ف ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، كفايه يا النبي، عشان انا والله العظيم تعبت. تعبت ان انا عامله مش واخده بالي، عامله ما بستحمل، عامله ان انا اخواتي بتشتم، اخويا بيشتم عادي، امي بتتضايق من ناس كتير بتضايقها عادي، كل اصحابي بعدوا عني عادي، عامله مش واخده بالي. بس كده كفايه والله، يعني انا جوه كتير، انا ما بقتش بعرف انام، ما بقتش بعرف اكل كويس، بقيت جنبي وجع، يعني بقى عندي جسمي كله بقى عيان من جوه، بقى كتير شايله. انا اتفه من كده بكتير على فكره، كنت بس مديني الموضوع، بس يعني مديني ان انا اكبر من حجمي، انا اصغر من كده بكتير، مش قادره اتحمل، يعني انا مش قادره اتحمل حاجات ممكن واحد يتحملها عنده 100 سنه ومش هيتحمل. لما جيت على دبي قلت اشتغل اي شغل، يعني مش لازم التمثيل، يعني الشغل مش عيب طول ما انت بتشتغل حاجه كويسه، دي مش حاجه عيب. انا ولا لاقي فرصه شغل، ولا لاقي فرصه للحياه، ولا لاقي فرصه لان انا اعيش، اكل واشرب وانام، اعيش زي اي بني ادم طبيعي. كل البني ادمين من حقهم او من حرياتهم هي الحريه، الحياه، مفيش اي حاجه عند البني ادم اهم من حياته. فانا بتعامل مع البني ادمين اللي حواليا، بسمع من ده وبسمع من ده، وده يجيب لي شغل وده يجيب لي شغل، بس مفيش حاجه بتتم. انا في حاجات بنزلها لكم على السوشيال ميديا شغل انا كنت عاملاه من شهر، بس انا بقالي شهر قاعده في البيت، شهر او 3 اسابيع، كل يوم بسمع كلام، كل يوم حد يقول لي اشغلك ومش اشغلك والكلام ده، دي مفيش حاجه بتتم. ليه بيعملوني انا منبوذه وعندي مشكله طول الوقت؟ بيعملوني عندي مشكله، ولا حد عايز يتعامل معايا، ولا حد عايز يسمعني، ولا حد عايز يديني فرصه. اي شغل، مش لازم حتى التمثيل، ولا حتى السوشيال ميديا. انا اصلا معروفه من قبل السوشيال ميديا، وكنت عملت مسلسلات، حصل لي مشكله زي اي بني ادم طبيعي. فبعيدا الناس مش اداني فرصه ان انا اشتغل ولا اعيش ولا اعمل اي حاجه، انا فاهمه كويس كويس قوي ان انا غلط، وانا بعتذر لكم، يعني بعتذر لكم ان انتوا شفتوا حاجه غريبة على مجتمعنا، مش طبيعي ان ده يحصل. بس انا قلت من فترة مش هتكلم في الموضوع، وحاولت اعيش عادي واعمل عادي، لقيتني مش عارفة اعيش، ولا عارفة اشتغل، ولا عارفة اتعامل مع البني ادمين، كل شوية عم مش واخدة بالي، بس انا واخدة بالي على فكرة، وزهقت والله، زهقت، محتاجة اشتغل، محتاجة اقف على رجليا. اي شغل، هو مش لازم اشتغل في التمثيل، اشتغل اي حاجه اقف بيها على رجليا، اعيش. انا ما بعرفش اعمل اي حاجه غير التمثيل، وقسما بجلاله الله عمر ما حد ساعدني في التمثيل. يعني انا بداتها كومبارس، عمال افتكر محدش ساعدني خالص. لما ابويا مات محدش خبط على بابنا، قعدت ايام كتير قوي معيش فلوس، و لما اشتغلت وربنا كرمني وعملت فلوس وبدات اجيب عربيه قسط وبدات اجيب حاجات، تفاصيل كتير، بس كنت بشتغل وكنت فرحانه بالشغل. انا دلوقتي قاعده في دبي، و
قاعده حاطه ايدي على خدي. انا سافرت من مصر، انا نفسي ارجع، ونفسي ارجع مصر على فكره. انا ولا عارفة اعيش في مصر، ولا عارفة اشتغل، ولا حد مديني فرصة ان انا اتعامل مع في المجتمع طبيعي زي اي بني ادم، ولا حد هنا. الشغل لازم سعي طول الوقت، وبسعى والحمد لله ربنا بيكرمني بحاجات، بس بقالي شهر قاعدة من غير شغل. ف اول حاجة ان الناس بتعاملني ان انا منبوذة، وان انا جربة. ايه ده، منى فاروق؟ ما نقربش منها، لا نشغل منى فاروق، لا 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 يا عم، لا لا مشاكل. طب وبعدين؟ انا فاهمة زي ما قلت لكم ان انا غلط، بس انتوا لازم تدوني فرصة تانية. انا نفسي تسامحوني على فكرة. يا اما ناس غلطت بدون ذكر اسماء والمجتمع اداهم فرصة تانية، وغلطات والله العظيم ابشع من غلطتي. انا عمري ما قتلت حد، وعمري ما سرقت حد، وعمري خدت قوت حد، ولا عمري خدت لقمه من ايد حد، ولا عمري قطعت بعيش حد. عمري ما عملت الحاجات الوحشه قوي دي اللي الناس بتعملها وتاذي البني ادمين. انا عمري ما اذيت بني ادم، انا اذيت نفسي. اذيت نفسي اتفضحت، وكل الناس عرفت كل حاجه. بس ياما المجتمع بالغلطات دي، المجتمع سامح الناس يعني، وعملوا حاجات غلط كتير، وربنا سامحهم، ربنا سامحهم لان ربنا غفور رحيم. ومن كان منكم بلا خطيئه، من كان منكم بلا خطيئه فليرجمها بحجر. يعني ايه اللي معانا دلوقتي موجود ما بيغلطش يجي يرميني بحجرة؟ لو في حد ما بيغلطش منكم يجي يموتني. كل الناس بتغلط، كل الناس بتغلط. انا غلطت، انا بعتذر لكم ان انا جرحتكم وخليتكم تشوفوا حاجة غير لائقه. بس انتوا بقى دلوقتي بتعملوا ايه؟ بتقفلوا عليا كل البيبان، بتضايقوها قوي كده. المجتمع بيضايقها عليا، كل البيبان الحلال بتتقفل، كل البيبان الحلال بتتقفل. انا اكتر واحده يمكن اتفضحت، بس فرق بيني وبينك ان انت ربنا ستر، وانا ربنا ما سترنيش. انا طمعانه جدا في رحمه ربنا، مش زعلانه والله، الحمد لله. بس انتوا لما تضايقوا باب الحلال عليا قوي كده، يبقى مفيش باب حلال اشتغل ولا اعيش ولا اكل واشرب ولا اعرف اعيش انا وعيلتي. هيبقى قدامي خيارين اتنين. رقم واحد، اني اروح اعمل حاجه غلط واختار طريق غلط واعمل حاجات سيئه جدا عشان اعرف اعيش واكل واشرب، وده طريق، ده طريق. لما تقفلوا البيبان الحلال في وشي، ما تبقوش عايزين تتعاملوا معايا، ما تبقوش عايزين تشغلوني، ومنبوذه في بلدي، ومنبوذه في كل مكان، ومحدش عايز يتعامل معايا، هبقى قدامي حل من الاثنين. لا اعمل حاجه غلط عشان اعرف اعيش واكل واشرب، ده طريق سهل جدا، او حاجه تانية. التلفزيون فصل، معلش ثانيه واحده هقول لكم حالا. اهم حاجه في الحاجات دي، في طريق غلط وفي طريق صح. الطريق الغلط اللي انا قلت لكم عليه دلوقتي حالا، والطريق الصح ان انا اموت. انا اصلا عايشه ميته، انا مش موجوده اصلا. يعني انا بحاول اتعامل واتعايش وابان طبيعيه، انا مش طبيعيه،
انا من جوايا في عقد كتير وبقى مشاكل كتير ومبقتش عارفه اتعامل مع المجتمع ومش عارفه احارب لوحدي. ما حرب كثيره، تعبت، مش قادره احارب، مش قادره احارب مين؟ حارب ناس بتكرهني وبتعاملني ان انا منبوذه وبتعاملني ان انا وحشه وبتعاملني وبتعاملني وبتعاملني. انا بقى عندي ازمه ثقه في كل البني ادمين اللي حواليا لان مفيش حد عايز يساعدني. انا وقعت لسابع ارض وربنا زعل مني، بس ربنا غفور رحيم، لان مهما كان ومهما بيحصل لك ان ربنا بيغفر لك في الاخر، لانه عايزك ترجع له، عايزك تتوب، عايزك تعمل حاجات كده. فانا قدامي حل من الاتنين، لا اعمل حاجه غلط زي ما قلت لكم بعد ما تقفل كل البيبان الكويسه في حياتي، يعني ان انا مش لاقي شغل ولا هنا ولا هناك ولا عارفه اعيش، فوصلت ان انا معيش فلوس وما مش عارفه اعيش، ووصلت التعب بيزيد عليا ان انا دايما تعبانه ودايما عيانه وكده. الحل التاني ان انا هموت، انتحر مثلا. واعتقد ان ده هيحصل. انا حبيت اقول لكم الكلام ده عشان تفهموا حاجة مهمة، لان انا لو فضلت كده مش عارف اشتغل وانتوا مش عارفين تسامحوني وانتوا مش عارفين تتعاملوا معايا، وفضلت مش لاقيه شغل ولا لاقيه شغل، مش بتكلم على التمثيل، انا بتكلم في عموما، انا مش عارفه اشتغل اي حاجه تانية، يعني انا عايز اشتغل اي حاجه حلال، مش عايز اعمل حاجه غلط، خلاص بقى كفايه. انا يمكن مش من عيله غنيه قوي على فكره، انا من عيله بسيطه ومتوسطه، وما سافرت دبي اتغربت من بلدي علشان انا كنت عايزه اشتغل، كنت عايزة أبدأ حياة جديدة بعد العذاب اللي أنا شفته. هو ربنا بيعذبنا على فكرة في الآخرة وفي الدنيا، لما بيجي لك ابتلاء زي اللي جالي تقعد 130 يوم بقفول عليك 7 بيبان. أنا مش عايزة أصعب عليكم ونساعدها ونعمل، لأ أنا عايزاكم كلكم من قلبكم تسامحوني وتعرفوا إن أنتوا كلكم بتغلطوا، وإن أنا لما غلطت ربنا ابتلاني وفضحني، فأنتوا ربنا ساتركم. بس أما نفسي أرجع بلدي أو نفسي أرجع أشتغل أو نفسي أرجع للحياة أو نفسي أرجع لحضن أمي، متبقاش خايفة. أنا خايفة من كل حاجة، انا بخاف اوقات انام عشان بحلم بالكوابيس، وخايفه من ان انا انزل يحصل لي اي مصيبه ما بقاش في حاجه مضمونه، خايفه ان انا مش هرجع اشتغل تاني، او لو رجعت اشتغلت هيبقوا الناس خايفه مني فهقعد فتره طويله عبال ما ارجع. طب يا جماعه ما عنديش فلوس، ما عنديش ان انا اعيش، ان انا استحمل فتره وبعدين ارجع للناس تكون الناس نسيت. ما انا مش انا مش عارف اعيش يا جماعه، ومصممه ان انا اعيش اشتغل بالحلال، ومصممه ان انا انزل اي شغل حتى لو مفيش تمثيل، اعمل اعلانات لاي حد، انزل سكرتيره في اي مكان. انا ما عنديش انجليزي كويس، وهنا الانجليزي مهم جدا جدا، بس انا عشان مثلا معروفه فعملت اعلانات او عملت حاجات عدت يعني بالعربي. ده بقالي شهر كده ما فيش فلوس خالص بتخش لي، وعم اصرف لغايه ما كل حاجه خلصت. كان اسوأ عيد ميلاد ليا عيد ميلادي اللي فات. طب دي حاجه ملهاش علاقه بالمواضيع بس انا عايزه اقولها لكم. عيد ميلادي ال 24 اللي هو 25/2/2019 ماما جات لي يوم عيد ميلادي في السجن، فتخيل لك ان تتخيل يعني او لك ان تتخيله لما امك تيجي تقولك كل سنه وانت طيب في مكان زي ده.
احنا ربنا مدينا نعم كتير قوي قوي قوي، واحنا مديك ان انت تعرف تلبس اللي انت عايزه، مش تلبس ابيض بس، مديك ان انت تقعد تتكلم في التليفون كده واطلع معاكوا لايف ونقعد نتكلم. دي حاجة. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. ف محدش يقول بقى ايه دي بعيدة عن ربنا، دي ما بتصليش. انت ما تعرفش حياتي ماشية ازاي، معرفتش انا بعمل ايه مع ربنا وبصلي ولا ما بصليش، زي ما انا معرفش. وانت غلطتي واحنا مش هنسامحك. طب ما انت غلطت وربنا سترك، صح؟ مش انت غلطت وربنا سترك؟ كلكم بتغلطوا وربنا بيستركوا، ليه بقى مش عايزين تسامحوا؟ ده ربنا بيسامحني، ربنا سامحني وخرجني من الازمه اللي انا فيها، لان ربنا غفور رحيم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فانا مش عايزه طول الوقت احس ان الناس بتكرهني كده طول الوقت، فارجوكوا أرجوكوا سامحوني، وأرجوكوا اغفروا لي، اغفروا الغلطة اللي انتوا شفتوها وأنا بعتذر لكم. وعمر ما في حاجة هتحصل وحشة تاني، ادعوا لي أشتغل وأقف على رجلي، عشان أنا ولا ألاقي شغل ولا أعرف أقف على رجلي ولا حد عايز يساعدني. كل الناس بتقول لك لا انت مش قبل السنه لما ترجعي، مش قبل السنه لما تشتغلي، انا اصلا مش عارف اعيش هنا عشان انزل او منزلش. اتمنى تكونوا فهمتوا اللي انا قلته، انتوا فهمتوا ان انا فاهمه ان انا غلطت وبعتذر لكم. اتمنى ان انتوا تدوني فرصه تانية، عشان ما عنديش اي اختيار تاني، مش هبقى انسانه وحشه. ولو ربنا مديني عمري يبقى انتوا تديني فرصة. انا مش طالبة منكم حاجة غير ان انتوا تسامحوني، ترحموني، تدوني فرصة تانية اثبت لكم ان انا انسانة كويسة. انا مش طالبة حاجة، ده حق من حقوق كل البشر، تدوني ان انا اعيش في سلام واعرف استرزق اشتغل في التمثيل او في اي حاجة تانية، بس اشتغل في امان الله معايا. وربنا يستركوا كلكم يا رب، ما يفضحكم ابدا. انا اسفه ان انا ضايقتكم.